عيد الجمهورية 25 جويلية 2012 الساعة 2:30، رسالة إلى سيد المنصف المرزوقي. سيدي الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية، نحب نقول لك اللي في الفترة اللي فاتت سيادتك خنت المؤسسة اللي انت فيها في عدة مرات، وريت اللي انت موكش أهل باش تتكفل بالمسؤولية هذه. المرة الأولى وقت اللي سيادتك صوتت ضد صلاحياتك، هذا معروف. الحاجة الثانية، المرة الثانية وقت اللي في قضية البغدادي المحمودي، وقت اللي كانت فما قضية حقوق الإنسان، وسيادتك وريتنا كونك إنسان حقوقي ودافع على حقوق الإنسان. اللي قلقك وقتها مش حقوق الإنسان، اللي قلقك كيفاش يعملوا ياخذوا قرار من غير ما يشاوروك، وتخششت ومشيت بعثت ليستا بتاع دوموند باش يعتذروا لك وباش ينحيوا البنك المدير البنك المركزي، محافظ البنك المركزي، و و و و معناتها اللي كان هام بالنسبة ليك هو ذاتك، هو ترضية ذاتك، ومش ما هو لايق بالجمهورية التونسية، وما ينفع البلاد. والحال كونه كما نعرفه كونه كفاءة البنك المحافظ البنك المركزي القديم أو جديد، زوز كفاءات وزوز خدموا البلاد في فترات حرجة في النظام في الأنظمة السابقة. ثم الحاجة الثالثة، سيادتك لما تهجم بعض المستشارين اللي سيادتك اخترتهم في مؤسسة جمهورية اللي هي ركيزة الجمهورية التونسية واللي هي المؤسسة العسكرية، لما قالوا كون اتهموهم بالخيانة العظمى، سيادتك انت رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ما تحركتش وما قلت حتى كلمة، والسكوت علامة الرضا. معناتها الناس تتهم في المؤسسة اللي انت قايدها كونها خيانة عظمى، وسيادتك اخترتهم وما قلتش حتى كلمة، والسكوت علامة الرضا. دونك كيفاش تحبنا نستأمنوك على بلادنا وانت الامانه اللي اعطيناها لك واللي هي الجيش الوطني الناس تتهم فيه بالخيانه العظمى، وانت لم تحرك ساكنا، اللي يهمك هو اغراض شخصيه فحسب. والحاجه الرابعه، لما مشيت لفرنسا وتكلمت في الجمعيه العامه وقلت كونه تونس عندها 3 محاور، المحور المغربي، المحور المغاربي، الافريقي والمتوسطي، لكن لم تذكر بكلمه المحور العربي الاسلامي، خاطر الفرنسيسي اللي تحكي معاهم ممكن ما حبيتش تذكر لهم الشيء هذا. وهذا ايش معناتها؟ معناتها سيادتك تقول ما تقول للناس شي يحبوا يسمعوا، ما تقولش للناس الحقيقه، وهذا يخطر، ولا يمكن ان تأمينك على مؤسسة الجمهورية التونسية. ولذا أرجو من سيادتك الاستقالة، نظرا لكونك وريت عدم كفاءتك قبل ما إن شاء الله نقيلوك. ونحب نلاحظ سيد الرئيس كوني في حياتي عملت زوز فيديو، الفيديو الأولى وقت اللي قلت للمخلوع يوم 12 جانفي باش أقيد باش يعدي المشعل لحد آخر، واليوم نقول لك أقيد سيد الرئيس. وشكرا.